السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من لي فيديو ديال stores.ma. اليوم غادي نشوفوا واحد الوصفة بسيطة بمواد كيكونوا عندنا في الدار كلنا، وغادي نصوبوا ليكيد لا غلاس، داك المنظف ديال الزجاج. غادي نحتاجوا الماء، كناخذوا داك منظف الاواني اللي كيكون ليكيد، ماشي غبرة ولا صابون، داك اللي كيكون ليكيد. دونك القرعة ديال الاترونس كنديروا فيها واحد 10 ديال القطرات ديال داك ليكيد فيسيل، داك منظف الاواني، وكنزيدوا عليها واحد ملعقة كبيرة ديال الكول. داك المنظف غادي يعطي واحد الرائحه جميله، ولكن الضوء ديالو هو التنظيف، غادي يعطي داك الضوء ديال الديغريسون اللي غادي يزول داك الاوساخ كلها اللي كتكون في الزاج وكيكونوا لاصقين حتى في البالي دي سوي غلاس. والكول غادي يكون عنده واحد الضوء ايجابي بزاف، حيت انها كتمكن من ازاله داك لي تراس كلهم، داك الاثار كلها اللي كتبقى لاصقه، الكول هي اللي كتزولها. وبهذه الطريقه كنكونوا صوبنا واحد ليكيد لاف غلاس في 3 ديال الدقائق في الدار ديالنا، نديروه في الطوموبيل، وشاك فوا تكون الطوموبيل الزاج ديالها موسخ ولا شي حاجه يمكننا نزيدو الكميه كافيه. نتمنى هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم. تلقوا في حلقه مقبله من stores.ma. السلام عليكم.